شو عم بصير؟ في مشكلة خطيرة، كارثة، مصيبة. شو لازم اساوي؟ بلاش ولدني ها. بقول لك في كارثة، مصيبة. دخيلك سيدي، قول لي شو عم بصير؟ ها شو صار؟ صار اشي؟ ما خليناش محل واحنا ندور. والله يا خالتي علمي علمك. لا حول ولا قوة. مصيبة مصيبة كارثة. الله معكم. بدي أعرف شو عم بيصير. تعرف بيت جارنا أبو سليم؟ بيت أبو سليم؟ عرفته. حماره لأبو سليم مش مدين، ضاع. إيش؟ مصيبة كارثة. كل البلد عم بدور حمار؟ يا سلام. إذا أنا ضعت يعني كل بلد رح يدور علي؟ اسمع يا سيدي، فكرش بس بحالك، مش لازم تكون أناني. أنت لازم تعرف شو الحمار بالنسبة لإلنا. الحمار أحسن رفيق. رجال بالزمانات كانوا يشتغلوا، كانوا يفلحوا الأرض، كانوا يزرعوا، كانوا يكلعوا. والحمار لا يحكي ولا يشكي. لكن شباب اليوم لا بزرعوا ولا بحرتوا ولا بيعملوا إشي. الحمير بتتحمل كتير، والحمار صبور وما بنساشها. وهذا الحمار صار له زمان، صار له سنين عند أبو سليم. يعني أبو الحمار وأبو الحمار كان عند عائلة أبو سليم؟ مظبوط. إسا فهمت. اسمع يا سيدي، روح لعند أمك وقلها إنه سيدي رح يتأخر، رح يرجع المغرب. لوين بدك تروح؟ بدي أروح أكون بالواجب، بدي أروح أدور على الحمار أبو سليم. بدي أجي معك. لا حبيبي، أنت بتقدرش، هاي المهمة صعبة كتير لنا. على البيت اركض قوامها. وعدني تلعب معاي. مش لسه مش فاضي. دايما انت مش فاضي. ايه
عرفت اني رح الاقيك هون. انت بخير؟ كل شيء تمام؟ كل البلد عم تفتش عليك يا صاحبي. شو المشكلة؟ بدكش ترجع عند ابو سليم؟ شو؟ انت مش عارف شو عم تحكي. انت ما عندكش فكرة شو عم بيصير. البلد كله عم بدور عليك. طيب شو يعني؟ انت مش فاهم، بعدك صغير. يلا نروح. مش راح ارجع، ما تفهمنيش غلط. ابو سليم وعيلته ولاد حلال وملاح معي. هم كانوا اهلي واهل ابوي وابو ابوي سنين. طب ليه بدكش ترجع؟ المحل الوحيد اللي راح ارجع عليه من هون هو بيتي. بيت ابو سليم وبيتك؟ بقول لك بيتي. اذا كان بيت ابو سليم مش بيتك، اذا وين بيتك؟ بيتي؟ بيتي في حيفا، وهو المحل الوحيد اللي راح ارجع عليه بيتي، فاهم؟ وينك يما حبيبي؟ كنت اشتغل. شو؟ كنت ادور احمر ابو سليم. تعال تعال تغدى. تعال حبيبي. تعال حبيبي تعال. تعال يما. ان شاء الله بيلاقوه. شو رح يصير إذا ما لقوهوش؟ مشكلة. زي كأنه الواحد فاقد حدا من عيلته. أنت بتعرف قديش الحمار مهم في حياتنا إحنا الفلاحين؟ آه سيدي قال لي. سيدك؟ وينه سيدك؟ فتش عن الحمار. أكيد سيدك بلاقيه. لا مش رح الاقيه. أنت ليه هالقد متشائم يا حبيبي؟ خلاص مش رح الاقيه. بعدك مش نايم؟ قلت لك تضلكش تطلع على هيفا. تنحول. ما هي حلوة كتير. طب روح نام. سامي، ليش يا سيدي اليوم مش رايح على المدرسة؟ تذكرت اليوم الجمعة. ما فيش مدرسة. ما قالوا فيش مدرسة، إذا راح أخذك معاي عشان تدور على الحمار أبو سليم. مش راح أجي معكم. هو بعد مش ملاقينا الحمار؟ لحد هسه لا. غريب. كثير كنت حابب تروح تدور معنا على الحمار. شو اللي صار؟ سامي بده يروح يلعب مع جميلة. تردش عليهم حبيبي يما. روح روح العب معاها. روح روح صرت كبير، روح مع جدك. وين رايح؟ العب مع جميلة. معك معك.
انا رايح. غريب. شو الغريب؟ الغريب وين راح الحمار؟ امبارح كان قاتل حاله يجي يدور معنا على الحمار. شو اللي صار؟ هو بعده صغير، بيعرفش قديش الحمار مهم بحياتنا. معقولة. سامي جيت تلعب معي؟ جميلة اقعدي. بدي اياك تعملي لي معروف. اليوم الساعة 6 المغرب بتعتر المكتوب لأمي. ليه انت بتعطيهاش؟ لو اني هون بعطيها، بس انا مش راح اكون هون. لوين رايح؟ راح اساعد واحد صاحبي. راح ارجع الليلة او بكرة الصبح نضربها القرد. بضربك القرد؟ جميلي هذا المثل ده اللي يقوله سيدي. طيب عندي شرط. شو شرطك؟ شرطي لما ترجع بتلعب معي. نضربها هالقرد بلعب معك. طيب يلا باي باي. شو؟ بين رجعت؟ جيت أخذك على بيتك. جيت تأخذني على بيتي؟ جاي وصلك على حيفا. جبت خالطة، شوكولاتة، ونيت ماي للطريق. يلا مشي. بلاش نضيع وقت. تعال. تعال. إسا بلشت الرحلة. هاي الرحلة مش راح تكون سهلة، لكن أنا مصمم إني أوصل. ولا همك، مع الخارطة. ليه؟ تأشوف إذا فيك تتحمل يا جدعة. شو؟ مش سامعك، علي صوتك. بقول أنا معتمد عليك. خد ده شوكولاتة طيبة كتير. شو هالشوكولاتة؟ طيبة؟ شو سرية؟ زاكي كتير. هلا هلا اتفه اتفه اتفه.
اطلعوا اطلعوا خوتسا كلام اطلعوا برا. يلا 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 برا 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 تعمد تعمد بو تعمد بو تعمد بو فتش السيارة تفدوك في اشي بالسيارة؟ لا ما في اكيد ما في بتروح؟ ما في وين رايح؟ ابيت لحم بيت لحم؟ بشفل ما ليش؟ هذا شغلي ما شغلك ما تعمل شوفير تاكسي تاكسي وليخ في بقى وليه رايح تاجي تاجي جاي ايه؟ بترزق ما زي؟ بترزق ما شو مضحك اتخا؟ ها؟ كلهم عايزين كسب؟ ها؟ هو ايش ماشو؟ ايه؟ يلا 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 شوف شوف ما هو سيء ما جاي 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 ها؟ ايه؟ خزوق واي 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 أكلناها كل حياتي وأنا ماكلها بس هاي المرة مش راح أكلها عشان كسل مساري واي 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 تعصر اتحركش واي 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 تتحركش تتحركش تحكي معي لا بحكي مع